اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل الساده المشاهدين، هنبدا طبعا لازم يكون معانا الاكل متنوع وحريصين كل الحرص بناء على رغبه حضراتكم، بنعمل الاسئله وبننفذ اللي حضراتكم بتطلبوه مننا من خلال السوشيال ميديا. كله عايز يعرف شاورمة اللحمه بتتعمل فتة ولا ما بتتعملش، وإيه الفرق بين إن إحنا نعملها فتة بنفس التتبيلة ولا نغير من التتبيلة. هنجاوب على الأسئلة دي عمل النهاردة مع بعض. هنعمل شاورمة اللحمة فتة ونشوف نعملها مع بعض إزاي بطريقة سهلة وبسيطة، وأعتقد إن هي مشهورة ببعض المطاعم وبناكلها برة، ولكن مع الشيف المغازي بالتأكيد هيكون لها طعم تاني. عدل الفتة طبعا بيكون دايما الشاورمة بطاطس مقلية. أنا هخرج بره النطاق ده ونعمل النهارده نوع بطاطا اسمها بطاطا حارة، المسمى وتاريخ الأكلة من المطبخ الشامي، ولكن بطاطا حارة بالكزبرة والتومة أكيد لها طعم تاني. البعض بيعملها بالسماء أو دبس الرمان، أنا هعملها النهارده بطريقتي الخاصة هتعجب حضراتكم بإذن الله. ولكن الحلو النهارده بهديل الأطفال الحلوين اللي بيتابعوني وبيشوفونا طبعا على شاشة القناة الأولى، وفي متابعة كبيرة قوي من الأطفال الحلوين بوجه لكم التحية والشكر. أنا بعمل لكم النهارده الكيكة بالشوكولاتة، أعتقد إن هي سهلة يعني نقدر نعملها بطريقة بسيطة، ولكن النهارده هضيف حاجة حلوة إن إحنا ممكن نعملها نوعين في قلب القالب، نوع أبيض اللي هي كيكة الشوكولاتة اللي إحنا عارفينها، والنوع التاني بطابع من الليمون. هنشوف نعملها إزاي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة عشان تقدروا تتعلموها وتعملوها في المطبخ. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتيرة في الحلقة وكمان معلومة غير معلومة. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل أوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، عايزين نشوف مع بعض ازاي نعمل فته الشاورما بالطحينه بالزبادي. طبعا هيكون طعمها لطيف، ولكن الفته دي حساسه قوي على فكره. لو احنا ما اهتمناش بالتوابل بتاعتنا وظبطنا الزبادي مع الطحينه الشاورما مش هتطلع مظبوطه. المقادير على الشاشه، لحم شرايح متقطع شاورما، يا اما تشتري جاهز يا اما تقطعها في البيت تاخدها شرايح. معانا زبادي لتتبيله الشاورما غير الزبادي لخلطه الشاورما، معانا هريسه حمراء، معانا كمان طحينه في التوابل، وما ننساش البصل شرايح او جوليان، والبهارات بتاعتنا حبهان وهيل، وكل المقادير موجوده على الشاشه. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. والمقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد العشره، ولكن هيبقى عندك طبق هرم غذائي إذا كان بروتين نوعين اللي هي اللحوم ومنتجات الألبان، مع العيش طبعا الكربوهيدرات اللي موجودة فيه غير التوابل بتاعتنا. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي سريعا. البصل بقطعه شرايح بالشكل ده كده، وشرايح رفيعة جدا عشان تستوي مع الشاورما. وأنا ضد إن البصلة تبقى مصننة جوه الشاورما، الموضوع ده بيزعلنا على فكرة. لما أجي أكل شاورما أشم ريحة البصل في الأكل بتضايق أوي، أو التوم برضو. فاتغلب على الموضوع ده ازاي وانا شغال حالا دلوقتي وانا مع حضراتكم. البصله اهيت شرايح بالشكل ده كده، طبعا هيتحط لها توم، سكينتك تكون حاميه متحكمه فيها بنفس قبضه ايدي كده، وده مهم جدا على فكره. باخد البصله بحطها هنا واحط عليها البهارات بتاعتنا. ايه بهاراتك يا عم الشيف؟ شويه الملح التمام، الفلفل الاسود، وانا شغال كده، بابريكا، هيل ناعم، قرنفل ناعم، كل دول مع بعض، شويه زيت حلوين، زيت زيتون، زيت عادي مفيش اي مشكله، ولكن يفضل زيت زيتون. كل دول مع بعض يا عم الشيف، كل دول مع بعض، وامسك البصله دي ادلعها اخر دلع. هي دي التركايه. شفت البصله دي كده؟ انسي صنان البصل، ملوش مكان بينا. طعم البصله ونحس بطعم البصل مفيش خالص. التوابل اهي، اللحم يتقطع بالشكل ده كده ينزل على البصله. يعني بعتذر اذا انا بذكر مثلا بعض المحافظات في كلامي،
ببقى مركز في الطعم والاكل. ما تنسوش بقى ان انا برضو هنا يعني قدام الريحه الحلوه والجو ده كده، لو انتوا مكاني مش هتعرفوا تتكلموا خالص من الريحه الحلوه، خلاص الطعم هيخطفنا يعني، فسامحوني يعني لو انا بنسى حاجه يعني، بعتذر. هنقلب اللحمه مع البصله الحلوه مع التوابل اللي انا حطيتها. خلي بالك التركايه في ان انا اقلب التوابل مع البصله. حلو الكلام. شويه عصير ليمون حطيت، زبادي. خلي بالك الزبادي اهم حاجه في التتبيله. ليه يا عم الشيف؟ لان الزبادي ده بيخلي لك اللحمه طريه بعد ما تستوي، ما تبقاش ناشفه. بنقلب دول كلهم مع بعض. كده الشاورما على اصولها. يا نعم بيسالوني في الكنترول بيقولوا لي تتبيله الشاورما هي دي نفس تتبيله الشاورما الفراخ؟ هي نفس التتبيله بتاعت الفراخ بالشكل ده كده. شايف اللحمه صوتها حلو ازاي وشكلها حلو ازاي؟ نقول ثلاث علامات مهمين جدا هنا. البصله اتقطعت شرايح رفيعه جدا، تبلتها بالتوابل والزيت وبعدين خلطتها جيدا، وبعدين حطيت اللحمه بتاعتي مع الزبادي. ايه الصح يا عم الشيف؟ الصح هنا دي تقعد في الثلاجه من بالليل، تبقى عندك شاورما محدش بيعمل زيها. ولكن عشان احنا مع بعض والمصداقيه والشفافيه شعارنا، انا هسويها دلوقتي. بس ده غلط، دي لازم تتحط في الثلاجه من بالليل، او على الاقل خالص من 5 ساعات لاربع ساعات تقريبا. حلو الكلام. هناخدها زي ما هي كده بشويه زيت في الطاسه. انا صريح وواضح. حط في الطاسه كده ونسيبها تستوي مع بعض. حلو قوي. هسويها كمان بطريقه سهله. الشاورما عشان نسويها وتاخد طعم الشاورما، المفروض تتحط في صينيه وتخش جوه الفرن يا عم الشيف على السربانده بتاعه الفرن اللي هي النار المولعه من فوق، علشان تستوي وتبقى محمره. حلو الكلام. انا بطريقه سهله كده بقلبها في الطاسه شديده الحراره، تاخد لون، تستوي شويه، تحل شويه مع التوابل، وبعدين بحطها في الصينيه اللي موجوده عندي دي كده برضو درجه حرارتها عاليه، وادخلها فرن شويه. يبقى انا كسبت وقت هنا. لو اتصل بيا جوزي، اهلي، حبايبي عايزين ياكلوا مني الفته دي وزنقني الوقت، اعمل ايه؟ الشيف المغازي علمني اخرج من المأزق ده بسرعه كده واسويها بسرعه. هي على النار كده هتستوي معانا ان شاء الله. حلو الكلام. معانا العيش المحمص بتاع الشاورما، عايزين نحمر شويه عيش ياخدوا طعم. نعمل ايه؟ الطريقه المبتكره بتاعت الشيف المغازي. العيش متقطع مكعبات، عيش بلدي او عيش شامي حسب الرغبه. العيش اللي معايا ده بلدي، هتبله وبعدين احمره في قلب الزيت مع بعض كده حالا. مهم جدا وانت بتستخدمي العيش في الشاورما لازم تحط في الاعتبار يبقى له طعم، لان احنا هنا ما عندناش شوربه كوارع ولا شوربه لحمه، فبنعتمد على التتبيله بتاعت العيش. هناخد العيش ده كده في صينيه كبيره بالشكل ده كده. عايز تبص على الكيكه بعد شويه، الوقت المسموح لفتح الفرن بعد وضع الكيكه في الفرن تقريبا ربع ساعه. ادي العيش بالشكل ده كده متقطع مكعبات بالسكينه، او تقطعيه بايدك حسب الرغبه. بنحط عليه شويه ميه صغيرين. ميه على العيش يا شيف، اصبر على رزقك، مستعجل ليه؟ اهو جربي الطريقه دي مع العيش البلدي وانت بتحمري الشاورما. خلي بالك شويه ميه كده. هو ده السؤال والاجابه عليه حالا دلوقتي. انا عايز احط توابل على العيش واديله طعم. شويه الميه اللي حطيتهم على العيش هم اللي هيخلوا التوابل تمسك في العيش. شفت بقى الخبره الطهويه؟ اصبح العيش هنا له طعم. ويقول لك عيش وملح، الزيت اخباره ايه؟ شديد الحراره، شويه فلفل، سنه ملح صغيره. ده على العيش يا شيف؟ جربيه وقولي رايك فيه. هنقلبه كده. فص توم ني معانا كمان اهوت في قلب العيش، ونقلبه كده ونظبطه كده اهو. رشه الميه مش عداوه،
رشة المية قرمشة وبقلاوة. إذا كان الليمون أخضر، دايما الليمون لما بيكون أخضر وبلدي بيبقى المرارة بتاعته حنينة ومش حامية قوي. الليمون كبير وأصفر بتلاقي المرارة بتاعته قوية جدا، فحسب نوعية الليمون. في كل الحالات إن أنا ممكن أقشر الليمونة تقشيرة صغيرة وأبشرها، لأن مادة الفيتامين سي والمادة الحمضية أكتر حاجة موجودة ما بين قشرة الليمونة وداخل الليمونة عند البذور. العلم اللي قال كده، والعلم لما اتكلم سمع هس. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع للتفاصيل الأخيرة لعمل شاورما فتة النهاردة. معانا بطاطا حارة نعملها بطريقة سهلة، وما تنسوش الكيكة الحلوة اللي بهدها للأطفال الحلوين. أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض خط سير الحلقة وصلنا لإيه وبقى معانا إيه. بقى معانا أهم حاجة في طبق الشاورما، المرحلة اللي احنا وصلنا لها دي انتوا شطار في انكم تعملوها، ولكن خلونا أعمل مع حضراتكم إزاي خلطة الشاورما اللي هي عبارة عن زبادي وطحينة. أكيد المغازي له تركاية. خلصنا من الكيكة اللي بالشوكولا، عملناها بطعم الليمون وبطعم الشوكولا. تعالوا نشوفوا أخبار الشاورما إيه. والعيش معانا في الفرن، كل ده بيخلص في وقته. تضمن ان الشاورما تستوي معانا، اللهم صل على النبي. اخبار العيش ايه يا شيف؟ عليه افضل الصلاه والسلام. خلص العيش في قلب الطبق كده، عايز اعمل شويه فته حلوين قوي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ العيش يتاكل حفل واحد. شفت العيش ده؟ عيش بلدي قطعناه تبلناه، رشة المية قرمشة وبقلاوة حطيناها كده، وفي الآخر نزل في الزيت تحمير. يا نعم. شيل ده من هنا، وتعالوا نعمل الطحينة مع الليمون. صورة الطحينة مع الزبادي. ده مكانه. ادي الزبادي معانا، وادي الطحينة، شوية توم طازة، المضرب في ايدينا، عصرة ليمون محترمة مهمة جدا على فكرة. وهقول لك على حاجة حلوة، دايما لما تيجي تحطي ليمون على زبادي لازم تحط الطحينة الأول، لأن وارد وأنت بتحطي الليمون المادة الحامضة على الزبادي يفرط منك، ده الطبيعي. لو بنحط عصر ليمون على حليب مغلي أو زبادي بتلاقيه فرط وبرغل منك، فلازم تحطي الأول الطحينة بالشكل ده كده. أهو معانا توم طازة بينزل هنا في قلب الزبادي. ادي الطحينة مع الزبادي، طبعا لازم نعناع يابس او نعناع اخضر مفروم حسب الرغبة. زبادي وطحينة، عصير ليمون، شوية ملح، بعض المطابخ تحط دبس الرمان، ده اختياري. شفت خلاص بقى كريم ازاي؟ وجود الطحينة مع الزبادي هو اللي يديك طعم الكريمي ده. الشاورما لسه ما خلصتش منها، عند طاسة شديدة الحرارة، فأنا عايز أخد البصمة بتاعتها. بعمل إيه يا شيف؟ باخد الشاورما دي كده، بص معايا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. خلصت الشاورما، هدخلها الفرن شوية عشان دي آخر حاجة هغرفها، عشان عندي بطاطا حارة عايز أعملها لحضراتكم بالشكل ده كده زي ما هي في درجة حرارة الفرن 180. ننقل الشبكة بتاعتنا نحطها هنا كده. تعالوا نشوف مع بعض أخبار الفتة إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايزك تبص على الفتة دي وتصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب، طلعت في وقت قياسي. طريقة السوى اللي أنا عملتها دي كده أنت ممكن تتبعيها وتعمليها لأولادك لو أنت مستعجلة. الأول خدت صدمة في طاسة، وبعدين اتحطت في صينيه، وبعدين حطيتها في الفرن. اللهم صل على النبي. بص عليها كده، ادي الشاورما استوت معايا. تعالوا نكملها مع بعض سريعا كده واحنا شغالين. اللهم صل على النبي. بعمل ايه يا عم الشيف؟ باخد شويه من اللحمه الحلوه دي كده، بحطها على الخبزه. الخبزه هنا مستوية معايا متقرمشة، لها طعم تاني.
ولازم الطحينه مع الزبادي تكون خفيفه ما تكونش سميكه عشان العيش يتشرب منها. شفت الجو ده كده؟ بخلي دول على جنب تاني وناخد الزبادي بالطحينه بتاعتنا ننزل بيه كده على الوش. شفت القوام ده كده؟ اه الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده يا عم الشيف. آه. لازم الزبادي مع الطحينه ينزل كده ما بين الخبز وبعضه ما بين اللحمه، بألف هنا وشفا للي ياكل. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. اه طبق فيه كل العناصر الغذائيه، هرم غذائي الطبق ده، فيه كل حاجه ممكن تدور عليها، اذا كان بروتين في اللحوم والبروتين في منتجات الالبان، البصل بتاعنا. يا سلام يا سلام، جيت في وقتك يا حبيبي. بيقولوا لي في الكنترول لو رشت صنوبر، ممكن شويه لوز شويه صنوبر حسب الرغبه. اه اللحمه احطها كده، بس اللحمه مستويه يا شيف؟ نجرب الطريقه اللي انا استخدمتها دي كده او اللي انا عملتها وتقولوا رايكم فيها ايه. اه اللهم صل على النبي، زي الفل. كل اللي انا هعمله كده، معايا شويه بقدونس حلوين، لحمه فتت شاورمه اللحمه تحب البقدونس. اه حلو زي الفل. معانا هريسه حمراء، شفت الجو ده كده بقى؟ ده بقى التركايه بتاعت المغازي دي، مش سبايس قوي خلي بالك. لسه ما خلصتش برضو، معايا الزبادي بالطحينه. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده يا عم الشيف. الف هنا وشفا للي ياكل. خلصنا من طبق الفته. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، قدرنا ان احنا نحقق رغبات حضراتكم ونعمل مع بعض كيكه لونين بالشوكولاته وبطعم الليمون، وعملنا كمان فتة شاورما لطيفة وجميلة، وعملنا بطاطا حارة للأطفال الحلوين اللي يحبوا البطاطا مع الشاورما. رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من مس بيرو. We'll be right back.